ومرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء مشاهدي قناه صلاح الدين الفضائيه وحلقه جديده من برنامج حوار مفتوح مشاهدينا الاعزاء طبعا مثل ما عودناكم في حلقات سابقه انه راح يكون لقاءاتنا مع يعني مو بس سياسه راح يكون هناك لقاءات ثقافيه واجتماعيه وصناعيه وضيفنا في حلقه اليوم طبعا مثل الجانب الصناعي في العراق اللي صار عليه الكثير من الحديث والكثير من المشاكل والكثير من الاقاويل فيما يخص وزارة الصناعة وفيما يخص المؤسسات الصناعية والشركات الصناعية والقطاع الخاص راح نتحدث بتفاصيل هذا الموضوع مع الأستاذ محمد علي حازم المشهداني رئيس غرفة صناعة نينوى أهلا وسهلا أستاذ أهلا بك أستاذ ياسين أو في البداية أنا أريد أشكر قناتكم الموقرة والكادر التصوير والإعلام وجنابك الكريم الله على سلام. إتاحة الفرصة لنا أن نقدم يعني آخر تطورات الموجودة في الساحة العراقية في مجال الصناعة في مجال لو كل شيء نسولف بالسياسة لا 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 <applause> احنا ناس نحكي على اقتصاد الصناعة ان شاء الله هو بحر هذا المجال أكيد. أكيد. يعني ف والحديث صراحة به هو حديث مؤلم صحيح شجون إن شاء الله ومعاناة كبيرة أكو أوه. وإحنا إن شاء الله بجهودكم نوصل. نوصل إن شاء الله المسؤولين أصواتنا للمسؤولين وللجمهور أيضا بلس... يعرف نعم نعم م. للجمهور للقادة القطاع الخاص صحيح. إحنا كغرفة صناعة نينوى يعني إحنا جزء من اتحاد الصناعات العراقي م. الذي مقر في بغداد ورئيس الاتحاد هو الاستاذ عادل عقاب. يعني هذا المقر العام لاتحاد الصناعات تشكل من ثمان غرف صناعيه في المحافظات. مه. احنا كلنا نعمل ضمن جروب واحد. مه. نعمل ضمن هدف واحد في مركب واحد. والحمد لله يعني اه نعمل عملنا طبعاً طوعي كله مم. يعني من أجل أنه نحقق شيء للصناعيين وإحنا جزء من الصناعة يعني مم. وإحنا جزء من رجال الصناعة أنت خليتني يعني عفيتني من السؤال أن أقول لك شنو دوركم وواجبكم خلق كم اي نعم آه. تخلط واجباتنا عديدة يعني آه. ويعني هي اتحاد الصناعات هو إدارة وتنظيم القطاع الصناعي الخاص الخاص نعم مم. القطاع الحكومي هو موجود لوزارة الصناعه مم. طبعا احنا عندنا تعاون قوي اكيد اكو علاقه مب... اكيد اكيد مم. يعني السيد معالي وزير الصناعه الاستاذ منها الخباز السادة مدراء العامين احنا في تواصل مستمر وياهم مم. تبادل افكار مؤتمرات ندوات آه يعني كل شيء عندنا بتواصل ومباحثات و من أجل يعني أنه نطلع فكرة جيدة إحنا إذا طورنا الصناعة يعني إذا قطع عام وإذا خاص هو بالأخير إحنا اثنين ندعم صنع في العراق مم. يعني إحنا هدفنا شنو؟ هدفنا أنه نرجع هاي الكلمة كان يعني كان عندنا قطاع مشترك بين الحكومه مختلط او مشترك ما بين الحكومه والخاص والله مشاكل بيه كثيره لا زالت يعني حد حد بس كان قبل ينتج وكان بارباح ايه نعم. بي بي أرباح وبي يعني هو بيه مشاكل من ناحيه الاداره ومجالس الاداره هاي هسه صارت المشاكل يعني شلون اقول لك يعني مثل الدوله لها مثل احد القط خلي على سبيل المثال الشركه إلها مثل 40% الباقي 60% مثلا مال مواطنين ومستثمرين م. اسهم اسهم شوف يعني ال40% هو يمثلها شخص واحد من الدوله الستين بالمئة يعني ما مجتمعون كل خمسه ما يجتمعون على راي مم. فالقرارات على طول يعني تكون اه ما مجلس اداره ما ماكو مجلس اداره المجلس اداره يجي واحد يمثل ال من الحكومه زين بس الباقيين يعني تمثيلهم اه اه مو مو ايجابي ومو فعال مقدمه يعني ما شلون اقول لك يعني من مواكبين طيب يعني ادى تت... الى تدهور هذا القطاع انت تعتقد انه تدهور القطاع الصناعي في العراق بعد 2003 شنو الاسباب؟ اكو اسباب كثيره طبعا طبعا اسباب خلينا نجي على الـ الـ نفصلهم اثنيناتهم القطاع الصناعي الحكومي نعم والخاص الحكومي ليش تدهور الاثنينات بدون يعني هذا ما 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 يختلفون عليه اثنين انه القطاع الصناعي في العراق الحكومي والخاص في وضع سيء يعني بالتاكيد هو القطاع الصناعي الخاص ما يقدر يتحرك ويتطور اذا ما اكو دعم حكومي. زين. يعني كان اكو دعم موجود قوي يعني قبل 2003. للقطاع الخاص. اي انت تريد من 2003 ولا من 2004؟ من 2003 ورا. لا انا اسال لا دا دا من 2003 أرد... خلال خبرتك نعم. ومعلوماتك ليش القطاع الصناعي الحكومي تدهور بعدين يجي على الخاص. القطاع الحكومي كانت عندنا مصانع كان, كان عنده مؤسسات القطاع الحكومي هو معروفة يعني للجميع هي هي مشكلة ال يعني هذه التعيينات اللي انجبرت يعني عليها المعامل كل معمل وقت الانتخابات يجي ألف وظيفة ولا ألفين فأصبحت المعامل خاسرة لأن ما تقدر تسدد رواتبها يعني معمل يحتاج مثلا خلينا نقول ألف موظف, موظف. هو تلقي بيه ثلاثة ألاف أربعة ألاف موظف أه. طبعا يخسر م. ثانيا هاي المعامل من كانت موجودة قبل 2003 وثلاثة أكو طوابط للإستيراد كانت مدعومة م. يعني إذا تتذكر جنابكم يعني يمكن الجلود م. يعني م. كان القماصل كان اللي من تطلع أروع. من أروع القماصل صح. يعني كثير من المعامل الحكومية كانت مدعومة أقمش اقمشه مال مال محموديه مال الزجاج في الرمادي الكهربائيه مال التعليم في كربلاء مال البان كلتها حتى البان ابو غريب كلتها عندنا كانت معامل لها سمعه ولها ماركه ولها صدى في المنطقه آه لكن هذا استيراد الجال العشوائي والثانيا يعني الفتح الاضافات اللي صارت عليهم يعني آه أخلت هذه الشركات تتحول من شركات رابحه الى شركات خاسره مم. وبدا التدهور مالها يعني تدريجيا يعني التدهور بدا تدريجيا يعني زيد. يرتفع ايه يعني انت يمكن سمعتوا عدد من الوزراء يعني تصريحاتهم مم. يعني أكو أكو هل هل الصناعه مستهدفه الصناعه طبعا يعني هي مستهدفه من انه انت الدول الجوار تريد انت تكون السوق مالتها. مم. يعني هسه احنا سوق قوي ورائد مليارات للصين، مم. للدول المجاوره، ايران، ف... تركيا كلها فاحنا ف... بالنسبه لنا يعني اليوم حتى البضائع اللي ما تمشي عندهم هي مم. يدزوها للعراق تمشي على الرخص. مم. فأنا اليوم معتمد على مواصفة عراقية مم. ما أقدر اطلع من هاي المواصفة العراقية زين ليش من دي اشتغل دي. هاي المواصفة العراقية وانتج هذا القلم ايه. هذا القلم الجاف يكلفني مثلا 500 دينار اي اني الصيني ربع 10 و 500 10 و 500 يعني ايه. ماكو نسبة يعني خلت ايه. المعامل تتحول الى مخازن والى ايه. حديدة حدايد ويعني طيب. يعني ايه يوميا نشوف يعني نصرف فلوس ببلاش اي رواتب حتى التكنولوجيا مالتها يعني صار فجوه كبيره بين ال 2003 صح وبين هاي المعامل يعني اعطيك مثل مثلا مثلا شركه المراعي لانتاج الالبان الان بالاتجاه يمكن بالاتجاه الرمادي فتحت سوت شركه هناك للمراعي وبلطت شوارع وزرعت سوت مزارع وماشيه يعني كان ما ممكن احنا نسوي يعني كان عندنا الالبان وكانت عندنا كليه الزراعه وكانت عندنا اراضي توصل للفلوجه من ابو غريب للفلوجه كليه الزراعه وبها اشكال والوان من ال والالبان بصفها اليقال يعني ما طبعا يعني انتم كرجال اعمال طبعا احنا الزراعه يعني هاي الزراعه مالتنا يعني حتى زراعه وصناعه يعني طبعا عمارة. احنا مكملين البعض اكيد يعني احنا حتى اكو محاصيل يسموها المحاصيل الصناعيه ايه؟ يعني مثل هاي البنجر السمسم صح, تدخل في صناعه كثير المحاصيل الصناعيه هي ده. يعني حتى بالكتب مال الجامعه مكتوب المحاصيل الصناعيه بالقان المهم احنا زراعه يعني حاليا الفلاح حياته كلها يعني اصبحت ضيم يعني شوف حصه مالته من الغاز يعني ضعفت السماد سماد وفوسفات وغيرها شغل. ارتفعت عليه حتى ما يمر. ال... ارتفعت عليه الكلف هسه شوف تسمع حصاد المياه وهاي المشكله كل المياه مم. حتى ساعتها الثروه السمكيه يعني هسه مهدده عندنا يعني بسبب يعني هذه المشاكل اللي موجوده عندنا دائره العفو يعني وزاره التخطيط أه والله سبقتني أه <applause> يعني شنو دور وزاره التخطيط في هذا الموضوع اه يعني هو وزاره التخطيط يقع عليها يعني حمل كبير باداره هاي هاي الملفات ولكن يعني انت من تجي للواقع ترى حتى الوزارات وحده تشتغل ضد اللخ قسم منهم اي هذا اللي يزرع يعني هسه احنا وزاره الصناعه اه احنا جان يعني ما نلحق نسد اللكمات اللي تجينا من الوزارات الاخرى وزاره النفط وزاره الماليه الجمارك ال كل يوم تجينا يعني يجينا قرار بحيث يخلي الصناعي يعني يفكر يطلع, مرة. يطلع من طريقه يطلع من طريقه والله صحيح. اه يعني هسه اذا سمعتوا قبل كم يوم الدواجن طلعوا مظاهرات أه اي ماكو دعم له ولا لا لا هو هو سدوا منعوا والاستيراد أيه وخلت الناس تجي تستثمر يعني كان عندنا الف حق الدواجن صاروا 4000 حلو وبس بس الارتفاع اللي صار بالاعلاف أه يعني خلى الكلف مالتهم عاليه والمستورد هم يعني رخيص لا المستورد آه. هم ارتفع بس الناس الدجاج لو المستورد من الاعلاف خلينا نقول البيض, البيض. يعني ايش. ما يعني احنا البيض كنا ب 3000 دينار ناخذ ايه. بس من انقطع هاي الفتره هو ارتفع حتى بمصر بتركيا بكل المناطق ارتفع يعني هسه مفتوح الفتحه ورجعوا فتحه ولا ايه سيران. بس بيش بطبقه البيض 4 ونص خمسة اي 4 ونص بالجمله ام. بس بالمفرد بخمسه ام. ام. فيعني شنو اللي صار ما صار شيء ما نزلت الاسعار نطلع. ليش لان يعني عالميا العلف مرتفع لحس السوق كله مرتفع مرتفع عالميا كل شيء مرتفع يعني بالضبط. هاي يعني المواد اللي خاصه لها علاقه باوكرانيا والحرب مم. الروسيه مم. حتى الحديد الحنطه نعم. هاي التفاصيل طيب أوكرا. احنا خلينا خلينا نبقى بالعراق و يعني نقدر نقول انهيار الصناعه في العراق انهارت الصناعه في العراق يعني من 2000 قبل 2003 احنا قلنا كانت عندنا مصانع وكان عندنا تصنيع العسكري وكان هسه ما شاء الله سلموا مسدس السيد الـ بابل كاظمي مسدس بابل يعني يعني احنا ممكن ان نكون وصل الى ها مرحله انه والله سوينا مسدس هذا البلد اللي كان بمصانع من الشمال الى الجنوب استاذ ياسين احنا ماكو شيء عندنا ترى يعني تعجيزي او صعب ماكو صح لا احنّا عندنا كوادر عندنا أفكار عندنا موارد نعم مالية عندنا نعم سوء في الإدارة أكيد آه إدارة وتخطيط ايه أنت إذا ما ترتب التخطيط مالتك وما تشوف بداية طريقك ونهايته أنت راح تضيع أكيد فإحنّا يعني شوف هسه يجي يدعمك شهرين ثلاثة عمّا تجي زدت فلوسك تستثمر بعدين يصدر لك قرار يضربك هاي السياسة احنا نريد سياسة شفافية السياسة لأ. المالية لازم تكون سياسة الاقتصاد هذه كلها لازم يكون بشفافية بحيث المستثمر يطمئن يرجع آه. من يجي هنا ما يقول لك هذا البلد ما مستقر ماليا واقتصاديا يعني انت ترك الجانب السياسي طبعا الجانب السياسي هو جانب مهم يعني اذا ماكو استقرار سياسي هاي كلتها الـ يعني الـ تنهار تنهار ما ممكن أن يعني تمشي بخط صحيح او تتجمد او تضعف يعني هل يعني أرجع على سؤالي اللي سالتك يا قبل شوي هل هناك من يعمل على ان يبقى الصناعه العراقيه يعني يعني تدخل مباشر من دول الجوار مثل ما قلت وهناك ناس موجودين في العراق يعملون لصالح هذه الدول لايقاف لي التطور الصناعي في العراق استاذ ياسين قلت لك هو العراق معظم الدول الجوار كل الدول الجوار هي ما تريد تصير بصناعه البلد مستهلك ما تريد يقول لك انا يعني اريد هذا يستهلك ليش هسه يعني احنا اه الموارد الموجوده عندنا يعني قليله لا ما قليله يعني هسه ابسط مثال اعطيك الدوله فتحة استيراد 12 مادة م. يعني من ضمنهم الدجاج والبيض هذا نقول قوت شعب ويعني مادة يومية واستهلاكية أه ومعاملنا بعد الدواجن يعني بعد ما وصلنا إلى مثل الاكتفاء الذاتي نعم. يعني تقدر تتناقش بيه تنطي حجة يعني ممكن بس يفتح لك الماء والعصاير والموطة زين هذه شنو علاقتها يعني انه تفتحها شنو راح تفيدك؟ انت راح تطلع عمله صعبه وتكسر معاملك مم. انت معمل ما مشروبات غازيه احنا احنا معاملنا ممكن. اصدر قسم منها تكفي نعم. زايد اصدر نعم معامل المي اني بالله شنو عندي اني هاي الدجله وفرات أني اروح استورد مي استورد مي ما معقوله يعني هذا اللي صدر هذا القرار يعني المفروض يجي يشاركنا احنا رجال قطاع الخاص مم. تعال يابا اني عندي هيك هيك شغله نتناقش وياه ونعطيه الحجه يا يعطي الحجه يا نقرأ يا تمام؟ يعني بس في رايك انه القرارات تؤخذ بدون مشاوره بدون, بنعم بدون بدون دراسه بدون الرجوع الى قاده القطاع الخاص يمكن تكون مصالح شخصيه ممكن ممكن, ممكن, ممكن انهم ما عندهم يعني ناس ياثرون عليهم ياثرون عليهم ويعني احنا كنا نتوقع كل شيء صار احنا احنا بالنسبه لنا يعني حنشوف بعيننا انه انه صناعه الصناعة مهمشه جدا مم. وخاصه القطاع الصناعي الخاص مم. لان الحكومه يعني معالي الوزير يعني جاي يصل الى خلينا نقول قريب من القرار تقرير انه يقدر يطالب وهو يدافع عن الصناعي عن الحكومي وعن القطاع الخاص هذا حديث مع موضوع الوزير وموضوع الدفاع راح ناخذه بعد الفاصل خلينا نطلع فاصل ان شاء الله مشاهدينا الاعزاء فاصل قصير نرجع نكمل حديثنا مع الاستاذ محمد علي حازم المشداني رئيس غرفه صناعه نينو مشاهدي لا نعود وياكم مره اخرى ونكمل حديثنا نعم مع استاذ محمد علي حازم المشهداني رئيس غرفه صناعه نينوى مره اخرى وسهلا قلت انه السيد الوزير الان قبل الفاصل انه بدا او يعمل على موضوع اعاده المصانع المصانع يعني. المصانع الحكوميه؟ نعم مثلا هو هو مو بس مصانع حكوميه احنا القطاع الخاص يعني هم جزء لا يتجزا من وزاره الصناعه بس قلت لك القطاع الحكومي اهتمامه اقوى لان مثلا شنو يعني شنو اللي بدا به سيد الوزير لاعاده هذه المصانع؟ بالنسبه لمعالي وزير الصناعه الشركات الخاصره آه يعني قسم منها حولوها الى آه يعني عقود مع استثماريه مع شركاء شركات خاصة اللي بيها بس موظفين بدون شغلة ولا عمل. آه مع شركاء يعني مثل هسه معمل الالبان عندنا بالموصل. م. م. هذا المعمل خسران. حكومي. حكومي. طيب. وكان ماركة حلوه وشغال بس ما هو جراء يعني داعش وعمليات تخريب صارت. المعمل يعني اصبح كل المعمل قد هاي القاعه تصوير التصوير. م. بس بخط واحد بسيط يشتغل يوم واحد. ويبيع الانتاج مالته باسبوع كامل وهذا المعمل خسران يعني معمل. مع العلم انه هو ب 130 موظف فقط مم. يمكن 128 مم. موظف بس خسران ما يقدر يجيب فمعالي الوزير عرضوها يعني جت هوايه فرص يعني ناس رادوا يستثمرون بعدين صار اتفاق ساعتها مع شخص عنده ترخيص من شركه الروابي وشركه المراعي واستلم المعمل و وعيشتغل بيه من الصفر يعني بدا بي. يعني ضمن المواصفات العالمية آه، 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 آه. ضمن المواصفات العالمية لأن هاي الشركات ما تنطي امتياز ما امتياز إذا ما يكون العمل ضمن المواصفات م. مالتهم أجهزة حديثة أجهزة آه. حديثة القاعات طيب احنا و... و... على ذكر يعني المدير أذكر. اللي في الموجود في القطاع الخاص عنده صلاحيات نعم اكثر من صلاحيات المدير دي. الموجوده بذكر الموسم على طول القطاع الخاص من يعني, من يتمرض يرجع ينهض يرجع يعني هذا الموجود عندنا الحمد لله يعني الضربه اللي جتنا ما داعش ضربه قويه ايه بس شوف بدون يعني دعم بدون دعم من الدولة الحمد لله رجعت كثير من المعامل اشتغلات وخاشرات خاصة. نقطة خاصة مم. نعم طيب القطاع الحكومي شنو المعامل الأخرى في الموصل بدأت تعيد نشاطها أو بدأت تعيد بنائها؟ يعني اكو عندنا مثلا المعامل الحكومية موجودة عندنا معمل السكر هذا معمل مهم مم. معمل كبير وممكن إنه هذا يتجزأ إلى أربع معامل وأتوقع في صدد توقيع عقد يعني الوزارة مع استثمار يعني هي عقود مشاركة واستثمار ويعني هي هو مو يعني رجل راح يملك مشروع هذا لا المستمر. لا طبعا هذا طبعا. جاي فترة آنية يعني يطور و... ويوصل إلى مرحلة معينة ضمن اتفاقيات بحيث يعني هذا الشركة تصير شركة رابحة نعم وتستفاد تستفاد ويرجع لها رواتب و... الرواتب و... الرواتب ويرجع لها جزء من الأرباح يرجع لها عندنا طيب عندنا معمل ايه؟ معامل عندنا معمل, الـ معمل, عدنا معمل قلت لك الالبان عندنا الجلود وال الجلود هسه حاليا اكو معمل راح يصير جديد مم. معمل داخل معمل الغزل والنسيج عندنا معمل مال مع الجلود راح يفتحوه جديد مدبغه يعني مم. جديده اكو عندنا يعني هم معمل مال النسيج يسموه النسيج القماش الجديد قد فرق المعامل اللي كانت 2003 وضعوا حجر الاساس أه خلال احنا بهاي السنه نهايه السنه حكومي حكومي أه أه تقريبا كلفته 7 مليارات هذا ينطي القماش وزاره الصناعه اي وزاره الصناعه هذا يصنع هذا القماش اللي يستخدم في المستشفيات تبع السراير تبع المخدات تبع البدلات الديسبوسيبل اللي يستخدمونه خاص بس للمستشفيات هذا خاص يغطي يعني لان احنا نستورد ايش قد نستورد؟ نستورد الاف الاطنان احنا نستورد صح. من الخارج هذا المعمل راح يسد يعني خاصه اذا الماده الأولية مستشفيات في العراق تقريبا كلها هي طيب نسبه المعامل اللي كانت قبل 2003 وبعد 2003 في الموصل يعني شنو المعامل اللي كانت موجوده في الموصل قبل 2003 الانتاج الحكومي او القطاع الخاص؟ القطاع الخاص احنا عندنا معامل غذائيه عندنا معامل انشائيه، عندنا معامل يعني حديد وكذا يعني معدنيه، عندنا معامل كيميائية كبيرة ولا بحجم صغير؟ عندنا يعني. موبيليات كثيرة كبيرة المعامل يعني خلينا نقول صغيرة ومتوسطة متوسطة لعم. نعم مم. صغيرة ومتوسطة وعندنا حرفية، مم. احنا الحرفية هم موجودة لأن يعني تعرف الموصل هذه مدينة تاريخية لا زالت يعني تستمر بها يعني الأمور الحرفية والشغلات أكيد. بس إحنا هسة المنظمات عندنا يعني كغرفة صناعة نينوى جاء نشتغل وندعم ويا المنظمات الدولية حلو عندنا منظمة الـ يعني الجي والاي او ام واليو بي يعني منظمة العمل الدولية عندنا برنامج كل جديد تسويها يعني على قروض ميسره لاصحاب المصانع اصحاب المصانع أو الجديده المصانع ولا القديمه؟ لا يعني جديده وقديمه هو المفروض يعني انه خلينا نقول انه هو موجود بالعمل يعني اذا مم جديد مم يريد يطور, يطور. آه اذا قديم يريد يطور نعم. واذا جديد يريد يوسع هم الحالتين يعني مشمولين هسه تقريبا يعني حوالي 87 مشروع مشروع دخلوا الى هذه المنظمه يدخلون دوره دورتين ثلاثه وبعدين ينطوهم قرض عندنا هسه يعني عندنا منح موجوده ويا الاي آه او ام ضمن يعني آه يعني ضمن آه خلينا نقول استماره الكترونيه التسجيل عليها ونشرناها بالغرف عندنا ومعظم يعني المشمولين هم هم القطاعات الصناعيه اكثر شيء فكثير منهم يعني طلعوا قسم منهم من المحافظات المجاورة قسم منهم يعني إلى دول مجاورة أرجع السؤال الفرق ما بين قبل 2003 وبعد 2003 هل هناك صعود أم نزول قبل 2003 أي وبعد 2003 يعني هو بالتأكيد أنت يعني كل ما يزيد عدد السكان تزداد المعامل أقصد صعود يعني أكو يعني قبل 2003 كنا كان أكو دعم أقوى كانت أكو معامل أكثر من هسه لو هسه أكثر لا هسه أكثر أي بس, بس ما أكو دعم أه لا دعم طبعا ماكو ساعتها بس, بس قبل على الجهود الشخصية قبل يعني الدولة كان تدعم القطاع الخاص دعم يعني دعم ما محدود اي صح يعني الدعم كان ينطيك بكاين يوزع لك سيارات مواد ايه. يعني كل شيء يوزع الدولة كانت موجود يعني عندها خطة لدعم القطاع الصناعي الخاص وكانت ماشية وكثير من المعامل كانت تشتغل وناجحة بس قلت لك إذا تقيدي على العدد يختلف لا العدد هسه أكثر لأن تعرف إحنا كنا قبل 2003 يمكن 20 25 مليون هسا 40 مليون هسا 40 مليون. مليون زيادة مع طبعاً طيب نبحث عن النوعية صراحة ايه. يعني هو النوعية أفضل من الكمية مم. احنا نتمنى يعني انه المعامل مالتنا يعني يصير عليها توجيه يصير عليها التفاتة لان احنا ما نريد بس بالفضائيات وما نريد بس بس, بس كلام احنا نريد دعم حقيقي مم. يعني ابسط شيء احنا كمحافظه موصل صار لنا 15 سنه 15 سنه 20 سنه احنا ما وفروا لنا ارض الى منطقه صناعيه تحوي هاي الصناعيين فقامت الصناعة وين تصير الصناعة مزيزة. صارت داخل البيوت مم. داخل الزقة أو صارت بال يعني, يعني استثمار مدينة صناعية هو اكو ارض كان خصصتها الدولة البلدية كان خصصتها وكان وزعتها للصناعيين بس صار 15 سنة هم ما مستلميها يعني موجودة ومخصصة بس ما مسلميها ما بيها الدنيا التحتية <applause> اها ما بيها بنية تحتية مجالك يا ما بيها احنا جان طالب كل سنه ياجلونا يعني تعبنا مم تعبنا تعبنا يعني احنا نريد الناس تشوف اه هذا الضيم يعني ما الا يعني يتصل مرحله مظاهرات واحتجاجات هذاك الوقت يقومون يلتفتون على لا احنا ما نريد تصل هالمراحل احنا نريد من الاداره الموجوده في المحافظه شنو دور المحافظ؟ والله السيد المحافظ يعني احنا الرجل من قله معاناتنا واللي قريب عليه هو ما يقصر الصراحه ولكن كثير من الامور صار يعني القرار ماله في بغداد يعني عندنا كثير من الامور هي قراراتها في بغداد ومن اقول لك قراراتها في بغداد يعني خلي نقول عرف يعني يعني حتى هو يعني هو اداره محافظه يعني غير محافظ هو يدير المحافظه بعد ان حلوا مجالس المحافظات وبقى بس المحافظ كل شيء بيده طبعا هو المحافظ يعني يعني ماكو ضمن ضمن ميزانيه المشاريع التنميه يعني عندهم حملة, حمله قويه نعم على التبليط على التشجير على الشوارع على الشغلات احنا نتمنى هاي الحمله تستمر ويلتفتون عليها التبليط ومجاري منين يستوردون؟ يعني هم انابيب واسلاك ما من الخارج؟ تسوي المصانع حتى زودك. ايه طبعا احنا بالنسبه المعامل عندنا مال انابيب حاليا صار عدد لا قليل في الموصل تقدر تغطي أوه. حاجه المحافظه؟ طبعا بس هم كانابيب المجاري يستخدمون انابيب خاصه كبيره الحجم هاي تستورد ما بعدها عندنا. ما عندنا لا ما عندنا وصعبه؟ لا مو صعبه <applause> الدولة قلت لك ماكو شيء صعب علينا يعني شي نقدر نسوي معمل خاص كل شيء كل شيء نقدر احنا إذا اكو إذا إرادة واكو تصميم واكو تخطيط احنا المشكلة المستثمر عندنا ما عيطمئن يجي ما عيطمئن المستثمر يقول لك اني ما مطمئن انه اجي استثمر واني بنص المشروع مالتي كنزتيت مليارات وانه يصدر قرار يخليني ارجعني على الصفر بعدين لا اقدر اكمل ولا اقدر ارجع فلوسي فاحنا نريد نوصل رسائل دائما للمستثمرين بالامان والاستقرار رحم الله يعني بس حتى انت تعتقد انه بيئه جاذبه للاستثمار طيب انت تعتقد انه هناك امان واستقرار في محافظاتنا حتى يعني كامان الحمد لله الموصل يعني ما كان مرت بيجي امان يعني صراحه يعني ماكو مثلا جهات معينه لما تيجي يجي مستثمر نفرض استاذ محمد مستثمر نعم وجراد يبني له يسوي له في المشروع ما حد يجي يقول لي اعطيني قمصيون اعطيني اتاوات دردحميك لا هو يقولوا له فليش تعرف ليش يقولوا له أه. لان هذا المستثمر حاليا ما على ارض يبني فوين صار يروح يروح على الاراضي الزراعيه يروح على الاراضي الزراعيه وهاي الاراضي الزراعيه تحتاج عمليه موافقات وتحتاج يعني فد دوائر عديده زي. فيقع يعني يعني احنا هسه العراق ما عندنا اراضي عندنا هواي اراضي بس ليش هو ليش ما يستخدم آه هو مشكلة محافظه نينوى التصميم الاساسي صار له 20 سنه اه ما كان يتغير ولا كان يتعدل اه طبعا فاستاذ ياسين يعني انت التصميم الاساسي اذا ما يتعدل يعني منو مسؤول عن تعديله؟ تعديله المسؤول عليه هي دائره التخطيط العمراني في المحافظه والمحافظه ايه نعم طيب دول شو شغلهم قاعدين ليش يسوون؟ آه هم يراد تخصيص اموال لهذا العمل، هذا العمل آه. خصصوا له اموال أيه. آه بعدين, ورق... بعدين من دخلوا وشافوا يعني الشغل يراد يعني لاكثر من الاموال أيه. طلبوا تعديل يمكن المبلغ بس هسه اكو يعني اكو جديه سوء التخطيط طيب آه نعم اكو جديه حاليا عاد هاي الجديه ايش قد جد راح تطول عما تفض التصميم الاساسي التصميم الاساسي يعني, يعني هذه كلها كتابنا وكتابكم كل المحافظه بس قضاء اللحفر بتعديل التصميم بس فد قضاء فقط قضاء عندنا تعديل تصميم عدلوه عدلوه بس كل الباقي المحك... كل الباقي الأقضية ما بيها تعديل تصميم فأنت يا ماكو عندك تعديل تصميم ما, مم عندك مم ما عندك استحداث مناطق صناعية جديدة ما تتصرف يعني هسه يعني يعني. احنا عندنا إشكال وإحراج كبير جدا مع هيئة المدن الصناعية مم. على أمود يعني نوفر لها مدينة أرضي مدينة صناعية نموذجية هم من يبنيها؟ أه اسمح لي مم. فهذه المدينة طالبنا سيد المحافظ وإجر المدير العام ومعالي وزير الصناعة ومدراء العامين وقالوا له على أهمية الموضوع لأن كل المدن الصناعية محافظات استلموا وباشروا مم. يعني أنت في راح تجي تشوف محافظة الموصل يعني تشوفها آخر مدينة بالإنتاج وبالصناعة لأن ما لحقت هذا المشروع هذا مشروع المدن الصناعية مشروع حقيقي يطور الصناعه لانه يمكن اعطيني محافظه محافظه النصريه باشرت سلمت كملت النصريه ايه؟ كملت وسلمت سلمت سلمت البناء سلمت الارض لاصحابها المستثمرين والمستثمرين باشروا باشروا بالبناء يعني يعني حطوا لها بنيه تحتيه للمنطقه الصناعيه ايه؟ وقسموا الشوارع والزونات مالتهم والاداره والمرافق الاخرى اللي تابعه جميل. هذا المستثمر من يجي يدخل ياخذ الارض هنا هذا شو راح يصير؟ راح يستفاد من الامتيازات مالته. حتى, يعني مس... حتى حتى, توفر فرص عمل. كثيره طبعا هذا قضاء مم. قضاء مم. البطاله مم. قضاء لك يعني كثير مشاكل تقضينا. مم. بس احنا مشكلتنا في المحافظه نينوى اه ما عندنا اه يعني ارض اه لمنطقه صناعيه الا يعني السيد معالي وزير الصناعه آه شافوا ان ارض عن طريق شركه الكندي اللي تابعه الى احدى تشكيلات وزاره الصناعه 1200 دونم في غرب مدينه الموصل واحنا هسه بدينا توتنا بدينا يعني مباشر بالمعامله شوف احنا هسه تو بدينا بالمعامله بس اكو غير محافظات باشروا في بناء المشاريع يعني ايش قد فارقيك؟ فارقيك هواي فتره ايه فتره وهذا الشيء القرار صدر؟ هذا ما له علاقه بداعش هي اصلا هيئه المدن الصناعيه شكلت بال 2019 امم بعد قرار رقم اثنين بال 2019 يعني 2019 من 2019 لل 2022 يعني اكو ادارات من المحافظات ما ضيعت يوم واحد من عملها مم. استغلت هذه الفرصه ووفرت وفرت. الارض يعني هسه إذا تريد تسوي مشروع بالموصل متر واحد ما تلقيه وين لازم تروح؟ على المدينه الزراعيه لا على المناطق الزراعيه على تروح على المناطق الزراعيه وتتعرض بتحول للاستفزاز وتحولها من تتعرض من للاستفزاز وتتعرض للمشاكل مم. لان انت بالنسبه لك هذه الارض الزراعيه يعني اذا انت اليوم سويت هنا معمل وهذا معمل اول شيء راح تصير عشوائيه وفوضى والكهرب ابو الكهرب راح يتعب من يوصل لك okay. كهرباء أبو بالمجاري يوصل لك كهرب ما هو دراسه كهرباء كيف في هذه المناطق فالشغله حتى على الدوله مكلفه اكيد okay. بس من تحصرها بمدينه صناعيه حالنا حال الدول هاي المتطوره احنا لازم نستفاد نستفاد من هذا ال... يعني التجارب اللي عم نشوفها احنا ب... جماعتنا يروحون بس يتونسوا ما يشوفون تطور خلينا نروح فاصل استاذ محمد مشاهدينا الاعزاء فاصل اخر ونعود نكمل حديثنا مع استاذ محمد علي حازم المشهد علي. مشاهدينا الأعزاء نعود الاخير من حلقه اليوم برنامج حوار مفتوح وضيفنا الاستاذ محمد علي حازم الشداني رئيس غرفه صناعه نينوى. علاقاتك ويا غرف صناعه المحافظات الاخرى اكيد طبعا علاقات يعني موجوده لقاءات خاصه المحافظات المجاوره يعني طبعا علاقات جيده ويا كل المحافظات من ضمن محافظات الاقليم احنا في تواصل في في عمل مستمر في مركب واحد تستفادون من ما موجود في الاقليم من نهضه صناعيه ونهضه بناء واعمار من خلال افكار او كذا بالتاكيد يعني احنا يعني اكو كثير من الامور يعني مو بس صناعه يعني حتى سياحه استثمار غير شغلات نشوفه بالاقليم يعني انت بالنسبه لك تقوم تسوي لها كوبي بيست بس بس يعني يعني النتيجه يعني الشغل بطيء بطيء يعني لان انت بالنسبه لك يعني اذا شوف اليوم يعني مثل قطاع الصحه اليوم كان سيد المحافظ بالمستشفيات شاف قطاع الصحة ما مثل طموحنا يعني سن. قطاع السياحه سادم. هذا قطاع هذا قطاع السياحة فندق واحد لحد الان انت ما عندك بالموصل استاذ محمد ليزل علينا سيد المحافظ بس زيوف. بس اسمح لي اه. علينا سيد المحافظ استاذ نجم وباقي المحافظين يعني احنا لانه انت بنينا واحد تقول استاذ نجم ترى يعني راجعين مد... مسافة طويلة مسافة بعيدة احنا يعني يعني يقول فلوس ما لا اكو فلوس تخصيصات موجودة بالمحافظات يقول افكار ما لا والله اكو افكار وعندنا عقول ما شاء الله وعندنا مستثمرين وعندنا كل شيء شنو السبب اللي يخلي هذا محافظة نينوى معروفة المحافظات اللي كانت العالم كله يجي عليها نعم ماركة كل العالم كان يجي عليها سياحة دينية سياحة أثرية سياحة فندق ما فناء فندق كان هو حتى قبل 2003 كان بس فندق نينوى أبرا أكو آه. غيره فندق الموصل فندق نينوى أبرا بالضبط يعني ذولا على الأقل هالساعة إذا يكملون يعني إيش راح يصير وليش يعني ما يكملون؟ ليش ما يسوون فنادق؟ يعني, الوفد يعني, اكثر من 3000 فندق في ربيل هاي المدينه الكبرى، اكثر من 5000 آه 3000 فندق. ما عندنا فنادق، احنا حاليا عندنا فنادق يعني مال القطاع الخاص صغيره. خاف علينا الموصل انه. آه يعني نتمنى انه المطار الموصل بيصير عليه اهتمام. بالضبط. هذا احدى الحلقات المكمله للقطاع الصناعي. بالضبط. يعني كثير. خطوط سريعه، طبعا تخفف حتى تخفف عن العبء داخل المدينه هذا محطه القطار احنا كان محطه القطار تصل برلين ايه؟ وين هسه محطه القطار ما ما تصل بيجي بس البر اللي بيجي بيجي, بيجي, بيجي بيجي ما تصل هتصح. يعني ليش هذا ليش؟ يعني قلت لك هو هل هناك استهداف للمحافظات السنيه؟ لا هو بالنسبه لهم يعني قلت لك احنا الصراحه هي المحاصصه المقيته هي هي تستهدف يعني يجي الشخص الغير المناسب يضع في المكان ده المناسب تحكي لي اريد اوصل يعني للسبب هو هذا هي هاي احد الاسباب الرئيسيه اي هاي الاحداث احد الاسباب الرئيسيه ناس مو مو مناسبين في مكانات اللي واللي احنا كعقول يعني غير اي وكامكانيات هسه عندنا عقول عراقيه وامكانيات تدير تدير قطاعات برا بالضبط ممكن تتابع انت بال باليوتيوب والجوجل الفساد شلونه؟ وتشوف تفاصيل يعني يعني اعمار اسمها عراقيه طبعا عقول عراقيه مم. كبيره جادير مستشفيات وجادير معامل وشركات زين و... المستثمرين عندكم جوكم في اليوم مستثمرين قالوا لكم احنا نعاني من ضغوطات وعدم الموافقات الا بدفع رشاوى او كذا طبعا على سبيل المثال طبعاً, يعني. طبعا قلت لك المستثمرين يعني يصير عندهم ضغوطات لان معامله مالته ما تمشي ما تمشي راد لك انت حكيت المحافظ؟ يعني المعاملات يعني الموافقات الرئيسيه كلها من بغداد اه فمن يدز الموافقه مالته ويطلع المحامي وهو يروح هناك اه يعني اه يعني كلفة ماكو, كلفة ماكو مصاريف كثيره كثيره ماكو صلاحيه محافظ انه يمنح لا كثير قانون الاستثمار ما منح كثير من الصلاحيات مسحوبه من مسحوبه من المحافظه من دوائر الدوله يعني خلينا نقول لك الصلاحيات اللي بيها الزبده الزبده يعني كل قصدك بيها فلوس يعني احنا المهم المهمه بالنسبه لنا ايه اللي نعتبرها مهمه اللي هي اساس العمل هي وين موجوده بغداد في بغداد ما ينطوها المحافظه لحد الان احنا المحافظه مسلوبه الصلاحيات يعني جاي محافظ يعني يتصل ويطالب كلتا يعني كلته خلينا نقول تحرك شخصي مم. ومن المعاناه ومطلوب من عنده جماهير طالب مواطن طالب يعني هسه هاي اسمت البانزين هسه كانت بالموصل مم. شوف لحظه شوف سبحان الله شوف انتشرت صارت بالعراق يمكن كل المحافظات هسه يقولون حتى بغداد حتى بغداد زين انا هسه شلون اسافر اذا عندي شغل بغداد ويقول لك ماكو بانزين انا اتبهدل يلاقوا طياره يلاقوا خلي وشهر. لك جريكان كان بالسياره ما ممكن واحد يحط لك قنبله موقوته وتمشي تمشي اي بالضبط هذا الحار اي مو قد دعم السياره ما نخلي السياره من خلي. اي صحيح قد دعم ما نخلي فهذا يعني ما يبني بلد ولا لا. يبني صناعه أه احنا يراد لنا نهضه قويه نهضه وتخطيط واراده نكران ذات نعم نعم و... ويجيبون الشخص المناسب في المكان في المكان المناسب بس انت قلت محاصصه وين يجيبون مناسب؟ ما تصير طبعا اذا هو دايجون الحزب هاي اليك وهاي لي؟ اي طبعا احنا اذا نستمر على هذا المبدا آه لا تصدق تصير صناعه ولا تتطور آه راح تصير صناعه على قد يعني آه هكذا بس على مجرد الصناعي يشتغل على قد اكل بطنه وكل بدون 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 زعل اي واحد من إخواننا المحافظين اي اكثر محافظين نينوى كان يعمل في نينوى عمل في نينوى قدم شيء لنينوى خدم الصناعه وال... ياسين هي هي يعني شوي سؤال صعب <applause> لا مو سؤال صعب <applause> ما عندنا احنا سؤال صعب احنا ب... يعني يعني انا اعطيك اه مثال احنا بال 2019 بسنه واحده أيه. أجاني اربع محافظين أيه. صح في سنه واحده صح اربع محافظين اتبدل صح إيه حتى لو انت تجيب واحد همزه دايما ثلاثه ما يقدر صح. محافظ يراد لك انت تنطيه مجال وتنطيه صلاحيه ويبين مالته الابداع ولا تجيب انت بسنه واحده كل ثلاث اشهر محافظ كل شهرين محافظ يعني هذا مو عمل يمكن اول محافظة انا يعني كثير من اللقاءات ويا المسؤولين محافظه نينوى ولا أعضاء برلمان والمسؤولين الإداريين أول محافظ كان آه أستاذ غانم البصو يمكن من أي نعم, اي كان أي نعم طبعاً أي كان اكو محافظ أنا أقدم الاحترام والتقدير يعني ايه. أستاذ غانم البصو هو رجل من عائلة معروفة مم. ورجل يعني عسكري مرموق وجت يعني ظروف أسامة النجفي اليوم صار محافظ؟ لا بس أثيل؟ نعم نعم أي جت فترة أثيل يعني النجفي؟ دورتين دورتي نعم مشاكل صارت الفتره أكيد يعني طبعا المشاكل كانت مشاكل بين المحافظه والمركز, والمركز. وكان هذول الارهابيين كانوا عايشين يعني م. في المحافظه فيعني مشكله كان يعني مسؤول اذا يريد يطلع على مصنع ما يقدر اكيد يعني اذا يريد يطلع على مصنع يمكن لازم ياخذ لفت عشر سيارات وياه حمايه بينما ساعته وزير يعني من يجي يمكن سيارتين و يفر الموصل كلها مرتين باليوم وبراحتها تلفش في شوي لا لا الوضع الامني جعل يعني كثير من اكو مبادرات من شخصيه نعم. بإعمار في تطوير اكو مبادرات اعتقد شخصيا انا لاحظت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي هناك منظمات بسيطه وشباب يقومون بمبادرات نعم نعم كثير من المنظمات يعني الشباب عندنا يعني شباب عندنا كثير يعني خاصه بوقت التحرير اي بعد التحرير كان عندنا ثوره يسموها ثوره البلاد الدنابر السواعد الموصليه يعني تنظيف حملات تنظيف, تنظيف أحب حملات تنظيف يعني كثير من المنظمات يعني صراحه يعني ما ي... ما اتذكر بس قدمت قدمت كلها مجهود شخصي ومجاني و ورفعت الأنقاض ورفعت جميل. رفعت يعني معاناه ويزورون الناس ويعاونوهم وساعدوهم وتبرعات يعني ماكو منطقه ما وصلها التبرعات المناطق اللي كانت يعني تاذت من القصف والتحرير صارت حمله جماعيه لكل اهل الموصل شاركوا وكو عدد من اهل الموصل من خارج العراق يعني دزت هم مبالغ وشاركوا اخوانهم الموجودين في الموصل على رفع الضيم يعني بهذيك okay. الفتره اللي يعني تعدينا من 2017 و و والحمد لله حتى منظماتهم شاركت يعني بال بالاعمار يعني مثلا منظمه اليو ان دي بي جانب الايمن يعني يمكن عملوا لهم 9000 10000 فيت جميل هذول ترميم كله يعني نعم جميل جميل. في المناطق المناطق اللي, اللي خلينا نقول اللي تاذت او الفقيره مشاريعكم المستقبلية يعني شنو أكو مخططات للنهوض بالواقع الصناعي في في محافظة نينوى هل أكيد عندكم مخططات مستقبلية نعم شنو عندكم مخططات يعني إحنا ستعدنا مشروع قلت لك ال... مدينة صناعية. مدينة صناعية ما ممكن أن أنتم تسوون البنى التحتية على لا هو أكو عندهم رغبة الإخوان الأتراك وجاوا في المستوى من تركيا جميل وسفيرهم جناب سفيرهم والسيد القنصل ورحنا زرنا هاي المدينه المنطقه الصناعيه النموذجيه نعم وعندهم رغبه حاليا يكونون هم متطورين ومستثمرين بها لان هذه المدن تحتاج الى مبالغ كبيره مم. تحتاج الى شركات رصينه عندها خبره بهذا شلون تستثمر شلون تطور اه هاي المدن لان هاي المدن ما بس تبنيها تظل خدماتها نعم مساحتها 1200 دونم كبير تقريبا أي ما شاء الله نعم. يعني تقريبا تضم اكثر من 1000 شركه طبعا هي يعني 30% يروح من عندها خدمات م. شوارع وحدائق وخلي نقول مرافق اخرى والباقي يعني شوارع كلها حديثه م. وتبليغ طبعا طبعا كله كله حتى السي حتى اشجار يعني على مود البيئه ونظافه البيئه آه نموذجيه نبوذجي. نموذجيه احنا هذا يعني مخطط وهذا البرنامج ماشيين وداعمين به وحتى يعني هدفكم يعني هذا الاساس الان اي نعم حتى محافظه الموصل والسيد المحافظ معالي وزير الصناعه السيد مدير عام المدن الصناعيه كل مهتمين انه نوقع ان العقد ونكمل هذا الاجراء باسرع وقت يعني مع الجهه المستثمره لحين حتى يباشرون ونلحق بالموكب اللي الدول المحافظات الاخرى المحافظات اللي فاتتنا مم. ان شاء الله يعني هاي المدينه أربعة مليون نسمه ثالث آه مدينه حرامات ما بها مدينه صناعيه آه متر واحد ما بها ريسات هسه تم عن طالب المحافظه وبلديه الموصل ومعاونيه التخطيط على انه وعدونا هم وعدونا على اساس انه يدخلوها ويسوون البنيه التحتيه مالتها في هذا العام وعن ننتظر والايام راح تكشف انه هل راح يصير يعني تطوير او بناء البنيه التحتيه دور سيد وزير الصناعه في هذا الموضوع يعني هاي امور خلينا نقول تابعه للبلديه ما يتدخل بها وزير الصناعه لا هو يتدخل مو ما يتدخل يعني اكو يعني تنمية صناعية ايه تنمية صناعية هي الجهة القطاعية الراعية أمم جميل الصناعة. مديريه عامه هي في الوزاره طبعا مديريه عامه هي جزء من من وزاره الصناعه هي جزء من وزاره الصناعه مم. فاحنا عندنا تواصل قوي وكلنا مشتركين وياهم في التوجه الى هذا العمل والتوجه الى دعم الصناعيين وتوفير الاراضي اذا ما توفر له انت حتى لو عنده هو لو عنده طن دولارات اذا ما توفر له ارض وين اكيد وين وين شو راح ما ينتظرك يروح يلقي له غير محافظة اكيد اكو مشاريع معينه حاطين بطيها اولويه يعني انتاجيه او معامل معينه او خطوط معينه هو استاذ ياسين احنا زجاجيه يعني هاي المشاريع ما تمشي عندنا لان التربه مالتك ما موجوده زين يعني هاي التربه يعني مثلا شنو المشاريع اللي مخططين التربه الانشائيه يعني مثل معامل بلوك عندنا بال 400 500 معامل بلوك لا بهاي المدينه محافظتين ها وين هاي بالنسبة. مدينه صناعيه هاي راح نقسمها زونات اي شو الصير يعني الصير غذائيه الصير موبيليا خشبيه ورقيه مطابع حسب ما متوفر من مواد اوليه في المحافظه نعم احنا هاي طبعا تبقى حتى تطير هذا الشيء عافيه احنا ندعم المشاريع اللي بيها موارد, موارد الاوليه المواد الاوليه موجوده موجود موجود في المحافظه جميل هذه تقدر تنافس تقدر تطور نفسها تقدر تواكب تقدر يعني تسوي جودة عالية مم. يعني وإنما أنت يوم يعني يوم قوم تجيب لك يعني تصنع زجاج بالموصل ما ممكن ما عندنا ليش؟ يعني انت اصلا ما دوليه ما موجوده خو تجيبها بالتريلات تجيبها فالجدول مالتك دي قدام خساره خساره مم. فاكو مشاريع يعني مثل الثرمستون ما مم. يرهم عندنا هنا بالموصل بس احنا عندنا يعني هذا البلوك صار مم. بالموصل عندنا البلوك الاسمنتي تعلموا عليه اهل الموصل مم. يعني احنا نتمنى انه يتجهون الى هذا الطابوق الى البناء العازل الى هذا البناء الاخر تتطور هو نفس البلوك يحطون به فيلمين يعني حتى نعم. نخفف, نخفف من نعم. هذا نعم. نخفف من درجات الحراره مم. من يعني يكون استخدامه افضل يعني نعم. هذا البلوك غرفه نعم. صناعه 2 وش قد تحتوي؟ ايش قد عدد المنتسبين لها؟ يعني طبعا احنا عدد المعامل اللي منتسبه عندنا يعني انتوا عدد المعامل او عدد الاشخاص؟ لا المعمل احنا نسجل المعمل, المعمل. المعمل يعني المعمل يجوز بخمسة خمسه سته اها آه طيب انتم آه. كاداره ايش قد عددكم؟ احنا ادارتنا يعني اربعه خمسه ما عندنا وانا بوصل الى نتيجه هل مجلس الاداره احنا هم يعني تقريبا ست اشخاص، خمس ايه ست اشخاص في مجلس الاداره ايه يعني حاليا احنا خمسه لان عندنا شخص ما موجود طلع من الاداره لان باع المعمل مالته من يفقد الصيغه الصناعيه يغادر المجلس فهسة يعني احنا جاي نشتغل يمكن خمس اشخاص اربع اشخاص احنا ساكنين اه حاليا اه عندنا مجلس اداره خمسه بس انت اذا تجي تشوف العمل يمكن تقول هاي الدائره مال بيها خمسة واحد حلو ليش؟ لان ساحة عندنا يعني تتطلب انه نتحرك أتكلم. تطلب تتطلب تتطلب انه انت تتحرك و, و... وتنتج وتسوي قد ما تتحرك تشوف اكو فد انجازات مم. فحصلت على انجاز تقوم يعني تطمح انه تحقق انجاز نعم. اخر تطمح تحقق انجاز اخر خلال يعني انتم كغرفه هناك يعني تبادل خبرات ويا الدول الجوار ويا دول العالم في في يعني تطوير الصناعي في يعني دورات معينه زيارات اطلاع على خطط معينه زيارات مستمره تركيا تركيا اكثر مستمر. شيء مستمره خاصه فصل الصيف م. يعني حتى معظمها مجانية تجاريا يعني تركيا مجانية بطولة. كلها مجانية كلها زراعات على معامل يعني يروحون يواكبون دعوات يواكبون نعم المعامل معرض لي مثل خلينا نقول الصناعات الفلانية الصناعات الخشبية احنا نشارك ان يشاركون الناس اللي هم مختصاص يطلعون يستفادون التكنولوجيا يسافون تصاميم موجودة من الماكينة الحديثة اللي نزلت يدخلوها هنا يتطور يعني الصناعات الخشبيه اللي عندنا الموبيليا حيل متطورة. معروف الموصل من زمان لا لا, لا متطوره يعني هسه ثاني يعني بالنسبه لي اشوف يعني الصناعات ما عم تنافس التركي وبجوده اقوى واسعار تنافسيه بس يبقى المعمل التركي طاقات الانتاجيه طاقات كبيره مم. يعني ليش؟ يعني يجينا من كل دول العالم حتى اوروبا حاليا شاركنا معارض في يعني في في مصر في يعني في تركيا في, في عدد نتيجة من الدول استفادوا من هذه الزيارة؟ طبعاً استفادات رائعة مم. من مصر استفادينا استفادة قوية جداً هم يعني احنا دخلنا رعيتوا معارض كذا دعيتوا ايه طبعاً احنا عندنا معرض بغداد الدولي موجود معرض بغداد الدولي في بغداد مستمرة المعارض عداها مم. نعمل معارض في المحافظات. مم. كل محافظة محافظة. كل محافظة مم. عندنا معارض يعني مستمرة نعمل بس ممكن يكون الانتاجيين الموجودين في المحافظة معرض خاص لعرض ليتو... لي... بضاعتهم بيعها في بعض نعم. الأحيان. سوينا نعم سوينا. بالضبط يعني معارض. سوينا معارض سوينا دورات الدورات يعني إحنا كغرفة صناعة نينوى و اه ممكن تدخل على يعني مم. على الموقع مالتنا على الغرفة. ففتر. زيارات اكو عندكم هوايه زيارات وغرف وعندنا دورات كثيره وخرجنا هسه وصلنا الى انه احنا وصلنا الى مرحله انه عندنا مدربين صاروا المدربين مالنا عينطون دورات جميل جميل اخذوا خبرات المدربين عينطون دورات نعم. وصلنا نعم. هالمراحل نعم هاي الحمد لله اني اشكرك كان وقت ممتع وياك لا شكرا جزيلا وعلى تحت الفرصه ونتمنى ان شاء الله صوتنا عن طريق هاي القناه الموقره انه للمسؤولين ويصير اهتمام في القطاع الصناعي الخاص وهذا القطاع هذا القطاع الجريح اللي هو العمود الفقري لاقتصاد البلد اكيد اكيد ان شاء الله طبعا هذه دعوه ايضا اقدمها لساده المسؤولين وزاره الصناعه وساده المسؤولين في المحافظات ان يدعمون القطاع الصناعي الخاص والقطاع المشترك اولا تخفيف العبء على الدوله من خلال رفض كثير من الايدي العامله لهذه هذه القطاعات وهذه المعامل وهذه الشركات راح تخفف وكان ما يروح يدور وظيفه في الدوله يتوظف في هذه القطاعات وكان عندنا هذا موجود كثير من المؤسسات والشركات كانت تستوعب طاقات تتخرج من مهندسين وصناعيين خريجي المعاهد كان كلها تروح تشتغل بالقطاع الخاص نعم, نعم. فاللي يريد يتطور نفسه يعني انصحهم انه يتجه الى القطاع الخاص فرصة اكثر وطريقة اكثر ومشروع مالته آه يعني أكثر مفتوح اكثر اكيد اكثر, أكثر, أكثر أشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا كان حديثا شيقا مع الاستاذ محمد علي حازن مشهداني رئيس غرفة صناعة نينوى طرقنا لكثير من الحديث اللي تخص القطاع الخاص والقطاع الصناعي الحكومي في العراق وفي نينوى وسبل تطويرها ودعمها من خلال الحكومي او دعمها من خلال توفير المدن الصناعيه وغيرها من الامور التي تخص تطوير الصناعه في العراق هذه تحياتي تحيات كادر العمل في برنامج حوار مفتوح الى اللقاء